الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. هذه الحلقة غادي نتكلموا على واحد من كبار شعراء فن الملحون على المستوى الوطني والمحلي، المرحوم عباس بن بوستة. كاين حضر هذا الشاعر من أسرة عريقة، كانوا أهلها علماء وأعيان، كان كيسكن بحومة قاع في الناهض. كيف كيذكر في القصيدة ديالو السفرية: فقعت بالناهض منزلي ما بعد. كان هاد الشاعر كيشتغل قهوجي في السوق، وكان زاهد في الدنيا، أجر في وقت من الأوقات لمدينة فاس، وجلس في مدينة سلا مدة غير يسيرة. توفى شاعرنا سيدي عباس بن بوستة مدينة مراكش شهر صفار سنة 1367 الموافق لشهر يناير عام 1948. وسبق الأفراد هذه العائلة، أي عائلة بوستة، قلدوا مناصب عليا في الدولة المغربية قديمة. جات واحد الوقت وتعرض أحد رجالات هذه العائلة للتنكيل والقتل من طرف باشا مراكش تهامي القلاوي، الشيء اللي استفز الشاعر سي عباس بن بوستة وانضم واحد القصيدة سماها العزاء أو العزو، عجا فيها التهامي القلاوي. وشخصيا من مدة طويلة كنقلب على شي قسم من هذه القصيدة، واتصلت بالعديد من الشيوخ والمهتمين، لكن للأسف ما تمكنتش نحصل عليها، وكان هذا من أجل تعزيز هذه المادة. المهم، عندنا كاينة إشارات وتلميحات لباشا القلاوي في قصيدة أخرى كترجع لشيخنا عباس بن بوستة كتسمى السفرية، واللي كتقول حربتها: كلهما المسافرين داروا الزاد، وانا يا ربي زاد، رحمة ربي وشفاعت شفيع العباد، صلى الله على العادي، وارضى الله على الآل الخيار المجاد، وعلى الحسنين سيادي. كان رحمه الله عاشق لمدينة مراكش، وانضم فيها قصيدة بهجة المتون وحربتها، كتقول: مضمونة من الباس بهجة المتون حوازها، هل الفضل ضمان. وزاد عليها قصيدة بهجة المتون الجوج، نضمها وهو في الغربة بمدينة سلا: لالة المدون صولي يا مولاتي البهجة، صولي على كل البلاد إلا مكة ومدينة تريب. من القصائد الوطنية اللي انضمها في هجاء المستعمر الفرنسي قصيدة اللامية أو راب صور الداعي وحربتها، كتقول: راب صور الداعي وتشتت الشمل، رجاله ما تزاولوا على ماله، جاه عماله المرقي شانو في كل عمالة. وفي نفس الموضوع اللي هي قصيدة العينية وحربتها، كتقول هي الأخرى: لهل المقام في كل مقام يرعى، نبيل الفكر والحشاشة مع واعي من صنيعه، يتفهم من فرص شجاع. وله قصيدة أخرى في نفس الموضوع وحربتها: خيب الله القوم اللي تنصروا، وانتصرت من الإسلام سيدنا. انضم عباس بن بوستة قصائد عديدة في مختلف الأغراض والمواضيع، في الوعد والمدح والجفريات والعشاقي. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين. أعزائي الإشارة، الموضوع منقول عن الأستاذ الباحث سعيد أفلفل بتصرف. حتى لهنا غادي نودعكم، حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ما تنسوش الانضمام للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. دمتم بألف خير. أنا اللي من حمقي خطيص نهجر شاد وتبع تطريب سادي، أنا كتير الخطاب زايدة بالعناد مضحك وأنا في غيابي، ضحكي ضحك اللي كان في غادي الوالي.